أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يشيد بدعم الأشقاء في الإمارات لقطاع الكهرباء. تربية ساحل حضرموت تعقد اجتماعا موسعا لتوضيح الوضع التعليمي في حجر. قوات العمالقة تدفع بتعزيزات إلى العاصمة عدن لحمايتها من الهجمات الإرهابية. أهلا بكم. أشاد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريت بدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد محطات الكهرباء بكميات من مادة الديزل لتسهم في استمرارية خدمات الكهرباء والتقليل من انقطاعاتها. وأعرب الشيخ بن حبريت باسم قيادة السلطة المحلية عن الشكر والتقدير للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة على هذه الدفعة الثانية، مشير إلى أن هذه المساعدات تأتي مواصلة لدعم الأشقاء في الإمارات لشعبنا، والتي شملت الجوانب الإغاثية منها والإنسانية، مؤكدا بأن هذا الدعم والمواقف الأصيلة للإمارات ستظل خالدة في الذاكرة. هذا وكان قد وصلت إلى ميناء المكلا يوم أمس باخرة محملة بشحنة من الوقود تقدر بنحو 7000 طن من مادة الديزل، وهي تعد ثاني دفعة تصل إلى ميناء المكلا لدعم قطاع الكهرباء مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ويتوقع أن تصل خلال الأيام القادمة باخرة أخرى تحمل كميات من المازوت دعما للكهرباء. استقبل وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بالمكلا السيد ستيفن بارك مؤسسة التنقيب والمعادن الكورية. وخلال الاستقبال أكد وكيل أول حضرموت بأن الاستثمارات الكورية ستجد كل الترحيب والتسهيل، ليس في مجال التعدين وحسب بل في كل المجالات، معتبرا بأن هذه الزيارة تفتح آفاق واسعة لتعزيز التعاون والعلاقات بين المستثمرين في بلادنا وكوريا الجنوبية بما يخدم مشاريعهم الاستثمارية المشتركة. من جانبه أعرب السيد ستيفن بارك عن سعادته لزيارة حضرموت وما لمسه من اهتمام واستقرار أمني، مشيرا إلى أنه سوف يسعى لتعزيز جوانب التعاون بين المستثمرين بين البلدين وتشجيعهم على الاستثمار في قطاع التعدين والقطاعات الأخرى. بدوره استعرض المدير العام لفرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح بابحر فرص الاستثمار في مجال المعادن، مؤكدا استعداد فرع الهيئة إلى تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. دشنت اليوم عملية صرف مستحقات للمرحلة السادسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ل 36,294 حالة من مديريات ساحل حضرموت بمبلغ يقدر ب 470 مليون ريال. وخلال التدشين اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش من المدير العام لصندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت عبد الله الحامد على سير عملية الصرف التي تجري في 22 مركزا على مستوى مديريات الساحل. وأشاد بن حبريش بدعم البنك الدولي ومنظمة اليونيسف لمشروع الحوالات النقدية الطارئة والذي يستهدف تقديم مساعدات مالية للحالات المشمولة بخدمات صندوق الرعاية الاجتماعية للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة، معبرا عن التقدير لجهود اللجان المشرفة وبنك الأمل في تنفيذ صرف الحوالات للمستفيدين. عقدت قيادة التربية والتعليم بساحل حضرموت لقاء موسعا ضم عددا من القيادات التربوية والتعليمية ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة بهدف إعطاء صورة توضيحية عن الوضع التعليمي في مديرية حجر بحضور مدير عام مديرية حجر وقيادة التربية وشخصيات اجتماعية بالمديرية. وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بأن قيادة التربية لم تحرم أي طالب من حقه بالتعليم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مديرية حجر تحصلت على نصيبها من المشاريع التربوية من بناء مجمعات وثانويات ومدارس ورياضي أطفال. ووجه الوكيل عبدون بتوفير كرنفات مجهزة للمواقع البعيدة بدلا عن العشش وبناء 6 فصول دراسية تحددها تربية حجر وسلطتها المحلية، إلى جانب تغطية الكادر التدريسي بالمعلمين والمعلمات من أبناء المديرية. من جانبه ثمن مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي الجهود التي تبذلها قيادة مكتب التربية من حيث التدخلات النوعية التي شهدها القطاع التربوي بالمديرية ودورها المثمر في خلق الاستقرار التربوي والتعليمي
بجميع مناطق وقرى المديرية. زار المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل وحدة القاقين بحي النفط شرق مدينة المكلا بمعية المهندس صالح العمري مدير المكتب الفني بمديرية المكلا. وتفقد بن هامل خلال الزيارة مشروع بناء مدرسة القاقين الذي ينفذ بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المكلا. كما تفقد بن هامل مخطط الصفاء السكني بالقاقين والذي تبرع صاحبه بموقع لبناء مدرسة وآخر لبناء مركز صحي لمصلحة أهالي القاقين. وفي سياق منفصل قام المهندس بن هامل بزيارة تفقدية إلى حي غرب الضيافة بمنطقة فوة، تفقد خلالها سير العمل في تسوية وتمهيد أرضية موقع الحديقة العامة بالحي، كما تفقد مشروع المدرسة المركزية المتعثر بالحي. عثر أمن غيلبة وزير النخبة الحضرمية على عبوة ناسفة مزروعة بجانب الخط العام القرب من مسجد بر الوالدين بمدينة غيلبة وزير، تعمل عن بعد بواسطة جهاز تليفوني. وعلى ضوء بلاغ من قبل المواطنين بوجود جسم غريب، تحركت الأجهزة الأمنية وقوات النخبة الحضرمية فور تلقي البلاغ، وقاموا بإجراء الاتصالات بقيادة العمليات بالمنطقة العسكرية الثانية، وتم إرسال خبراء متفجرات حيث تمكنوا من تفجير العبوة في موقعها دون حدوث أي أضرار. وكانت العبوة تحتوي على مواد شديدة الانفجار، وما زال البحث والتحري جاري عن فاعلي هذا العمل الإجرامي. تسببت قاطرة في تعطيل حركة المرور إثر انقلابها في طريق عقبة عبدالله غريب الرابط بين ساحل ووادي حضرموت، وعطلت القاطرة حركة مرور المسافرين والبضائع التجارية، خاصة وأن الطريق يمر عبره يوميا آلاف المسافرين والبضائع التجارية، فيما أبدى المواطنون تعجبهم من السماح للقاطرة بالمرور بهذه الحمولة الزايدة رغم وجود ميزان على الطريق لتحديد السيارات المسموح بمرورها. نظم صيادو جمعيات الفاروق والمكلا والتعاونية وقفة احتجاجية أمام مبنى الثروة السمكية بالمكلا للمطالبة بوقف العبث في الاصطياد بالطرق المخالفة والغير قانونية. وتأتي هذه الوقفة لحماية الأسماك من الانقراض وفقا للوائح القانونية في عملية الاصطياد وإيقاف عملية الاصطياد بالشباك أو ما يسمى بالحوي والسخاوي من قبل أفراد من صيادي جمعية روكوب الذي تسبب في ضعف المخزون السمكي وأدى إلى انقراض بعض أنواع الأسماك. وناشد صيادون السلطة المحلية المتمثلة بمحافظ حضرموت وقائد قوات خفر السواحل بالتدخل السريع لوضع حلول جذرية وضبط المخالفين في عملية الاصطياد الغير مشروع ووقف العبث في الثروات البحرية. بدورها أصدرت وزارة الثروة السمكية قرار يقضي بإيقاف الاصطياد لجميع وسائل الحوي والسخاوي وتكليف الجهات الرقابية في الهيئة العامة وخفر السواحل القيام بحجز الحويات والسخاوي على صيادين المخالفين. وفي وادي حضرموت افتتح مخيم الأطراف الصناعية المجاني الأول الذي ينفذه مركز العلاج الطبيعي بالوادي ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالساحل. ويستهدف المخيم الذي سيقام بمستشفى سيئون العام على مدى 3 أيام حوالي 60 حالة مرضية من أصل 130 حالة من خلال المعاينة وصناعة الأطراف الصناعية والمساندة التقويمية لحالات شلل الأطفال وغيرها من الأمراض. وثمن الأهالي التدخلات الإنسانية للأشقاء بدولة الكويت في كافة المجالات التي تساهم في تخفيف العبء على تنقل المواطنين لتلقي العلاج، إلى جانب التكاليف التي لا تتناسب مع الوضع المعيشي في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. تتواصل سير العمل في المشاريع الصحية بوادي حضرموت المتمثلة في بناء المركزين الوطنيين لمختبرات الصحة العامة ونقل الدم وأبحاثه، وكذا بناء الدور الثاني لقسم الأطفال بمستشفى سيئون والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية. وأوضحت الجهات المنفذة للمشاريع أن نسبة الإنجاز فيها بلغت 57%، وبكلفة إجمالية بلغت أكثر من 500,000 دولار ممولة من نسبة وادي حضرموت من مخصص المحافظة من مبيعات النفط. ونختتم النشرة بخبر من الساحل الغربي، حيث دفعت ألوية العمالقة بقوة عسكرية من الساحل الغربي صوب العاصمة عدن للمشاركة في تأمين المحافظات الجنوبية من أي اعتداءات أو هجمات إرهابية.
وتأتي هذه التعزيزات في إطار مشاركة ألوية العمالقة في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للعودة إلى عدن وإسقاطها مجدداً. وكانت قوات العمالقة الجنوبية قد خاضت أقوى المعارك العسكرية في عملية تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. هذا وتستعد قوات أخرى من ألوية العمالقة في الساحل الغربي إلى الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لتأمين وحماية المناطق والمحافظات الجنوبية من أي هجمات إرهابية. النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وكيل أول حضرموت يشيد بدعم الأشقاء في الإمارات لقطاع الكهرباء. تربية ساحل حضرموت تعقد اجتماعا موسعا لتوضيح الوضع التعليمي في حجر. قوات العمالقة تدفع بتعزيزات إلى العاصمة عدن لحمايتها من الهجمات الإرهابية. سيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.